كم قال لي بعض ستبقى هنا انظر لطول الدرب لن تجني ما كنت أسمعهم فذاك أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله احنا النهارده بنتكلم في فيديو تريكات خاص بيونت 1 الوحدة الأولى ثالثة ثانوي. فأتمنى بس قبل ما أبدأ في الفيديو ده، لأن الفيديو في ما يقارب بأصعب الأفكار اللي ممكن تجي لك على يونت 1، فمعانا في حدود 35 36 جملة، فيمكن يكونوا تفكيرهم عالي شوية. فيهم اللي أكيد هتبقى أنت عارفه وبثبت لك المعلومة ديت، وفيهم اللي هو أكيد جديد وهتقف فيه. فمعلش يعني رجاء يعني ما تسمعش الفيديو دوت إلا إذا كنت فعلا أنت ذاكرت الوحدة الأولى. طبعا أنا نزلت لك إزاي تحل على الماضي البسيط والماضي المستمر، ونزلت لك إزاي تحل على المضارع التام والمضارع التام المستمر. فأنت في الحالة دي أنت أساسا تكون ذاكرت وحليت في فيديوهات إزاي تحل. فأنت النهاردة جاي تشوف أسئلة جديدة، أسئلة صعبة شوية، إزاي تفكر في الأسئلة دي في حلها وهكذا. وأنا هبدأ بإذن الله إن شاء الله. أنا هعرض السؤال قدامك وهقول لك برضو إزاي نحل السؤال ده، ولكن معلش يعني مش كل الأسئلة هتكون صعبة قوي ولا كل الأسئلة هتكون سهلة قوي، ولكن كل سؤال هيتحط وهيتعرض قدامك في الفيديو ده، فتأكد 100% إن كل سؤال من دول في فكرة معينة أنا عايز أوصلها لك وأثبتها ورسخها في دماغك، لأن اللي جاي كله أكيد مشابه لي وهيعتمد عليها فيما بعد يعني في باقي المنهج. فصلى على النبي كده وخلينا بسم الله ونبدأ. السؤال الأول بيقول I can't get into the house as I not my keys. تمام، في طبعا سؤال هيبقى قصاده علشان نقدر نفرق ما بينهم ونقدر نتكلم فيه الفرق ما بين السؤال ده والسؤال ده وفين التركاية. فصلى على النبي كده وانا هتكلم فيه الفكرة دي بين مستر رقم واحد. خبالك عشان عندي 36 فكرة في يونت 1 وانا بقى مجمعهم لك في فيديو واحد عشان لو عايز ترجع لهم في اي وقت، فانت براحتك بقى عيش. والله الفكرة الاولى بتقول يا مستر ان انا عندي رابط اهوت، وانا الرابط دوت وظيفته انه بيربط بين الجملتين. حلو كده. لو كانت الجملة الاولى مستر مضارع فانت تعامل على اللي بيناسب معاها يعني المضارع. لو كانت الجملة الاولى ماضي فانت بتتكلم على ان الجملة التانية برضو هتكون ايه ماضي. فدي فكرة السؤال الاولاني اللي قدامك بيقول I can't get into the house as I not my keys. تمام، طبعا الاجابة بتقول اختار have lost مضارع ولا had lost ماضي. والله مستر مبدئيا بما انه قال لي كانت، فكانت دي اللي في الجمله الاولى مضارع، اذا انا هكمل بالمضارع تبقى الاجابه مستر هاد لوست. السؤال الثاني بيقول I couldn't get into the house as I not my keys. couldn't ها، وطالما قال لي couldn't ده زمن ماضي، اذا انا هكمل اكيد بالماضي، يبقى الاجابه هاف لوست ولا هاد لوست؟ لا مستر طبعا الاجابه هاد لوست، الاجابه لتر بي. طيب علشان بس ما تبقاش انت تايه معايا، انا ما بحبش اضيع وقت فابدا في الفيديو على طول. احنا بنعمل فيديو تريكات لكل واحد، فانا عايزك بعد انت ما ذاكرته وبعد عرفت وبعد ما سمعت الفيديو بتاع ازاي تحل على كل درس، فالنهارده انت جاي تشوف اسئله تقيله شويه، فواحده واحده في كل فكره، وصدقني مذاكرتها مره واثنين وثلاثه برضو هتساعدك في ان المعلومه تثبت معاك. فحاول تركز معايا في الفيديو، الفيديو مهم معروض فيه اسئله مهمه جدا، افكار حلوه انك تقف فعلا عندها. لا انا لازم اركز على حاجه زي دي، ما ممكن تيجي في الامتحان. انا جايب افكار فعلا جت في امتحانات قبل كده، فمعلش انا عايزك تركز معايا، الفيديو فعلا مهم جدا، وانت عندك ده يمكن اهم فيديو في كل يونت هينزل لك اصلا، اللي هو فيديو تريكات الخاص بالاسئله اللي فيها افكار على كل يونت. فالفكره الاولى زي ما قلنا ان الرابط يجيب معاه مضارع، فالجملة التانية مضارع، الرابط جاب الجملة الأولى ماضي فتبقى الجملة التانية ماضي.
انا بخاطب طالب ذاكر يونت 1، بالله عليك لو ما ذاكرتش الوحده دي ما تسمعش الفيديو، مش هيعجبك اصلا الاسئله خالص، ولا هيعجبك الشرح، ولا هيعجبك اي حاجه، فما تسمعش الفيديو احسن. اتنين، هذا واحد. الفكره الثانيه بتقول، السؤال الاول بيقول I would rather not home او here، احنا خدناها طبعا السؤال دوت. طيب الفكره في would rather جت فين في الوحده الاولى؟ هفكرك بيها. والله مستر احنا خدنا would rather ديت في الوحده الاولى، would rather اخدناها في الوحده الاولى، فان ممكن يجي بعدها فاعل، وبعد الفعل كنت بجيب اتنين، يعني كنت بجيب يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام. ماضي بسيط لو تمني في المضارع، ماضي تام لو تمني في الماضي، وانا ما بتكلمش النهارده على الحاجات دي، بتكلم النهارده في المهم. وقلت لو شلت الفعل من بعدها بتحط فعل فين؟ في المصدر. تمام، مفيش اي مشكله. الفكره النهارده انا جاي اقول لك، يبقى انت كده كده لو شلت الفاعل من بعدها هتحط الفعل في المصدر، وانا معاك في ده. طيب افترضنا بقى مستر هو اعطاك المصدر وجاب لك حاجه كده ربط من بين الفعلين، حاجه اسمها ذان، عشان يقول لك انه بيفضل شيء على شيء، فتبقى في الحاله ديت ده مصدر، فيبقى اللي بعد ذان برضو هيبقى مصدر. تمام، ففي الحاله دي would rather اللي معناه يفضل، هي يفضل شيء على شيء، فيفضل شيء على الشيء دوت، فبقت would rather، بيجي بعدها مصدر، وبعد المصدر دوت هربط بذان، وبعد ذان هربط بين، او هجيب الفعل ايه؟ فعل في المصدر. ركز معايا عشان الموضوع مش بالبساطه اللي انا اعرف المعلومه وخلاص كده، لا فعلا هي محتاجه ان انا اركز فيها بجد، ان would rather شال الفعل من بعدها فبحط الفعل في المصدر. تمام، طيب زي السؤال اللي قدامك بيقول I would rather not here، اخد بقى ايه؟ would rather، ما جابش بعدها فاعل، يبقى انا عايز فعل فين؟ في المصدر. طالما ما فيش بعدها فاعل يبقى انا عايز فعل في المصدر. طب الاجابه يعتبر بقى stay ولا to stay؟ طبعا الاجابه هتكون stay، فعل في المصدر. الفكره بقى في اللي بعدها بيقول I would rather travel to London than not here. I would rather travel to London than not here. would rather جه بعدها الفعل في المصدر لانه شال الفعل من بعدها. حلو، تبقى would rather هنا معناها بيفضل شيء على شيء. لو تاخد بالك قبل النقط في كلمه than، دي اللي معناها على الشيء الثاني. الشيء الثاني ده هيبقى بقى الفعل بتاعه شكله عامل ازاي؟ هيبقى فعل في المصدر برده زي اللي بعد would rather هناك، يعني هيبقى مصدر زي ما هو بالظبط. فتبقى الاجابه هتبقى stay ولا to stay؟ طبعا الاجابه كلمه stay. خد بالك انا شغال معاك واحده واحده، السؤال بقى في عنده واحده واحده، وانا هادي قوي في الفيديو ده، معلش انا مش عايز لا زعق ولا اجري ولا اسرع نفسي ولا الكلام ده، لا انا بطيء جدا في الفيديو زي ده عشان فعلا الفيديو يستاهل الاسئله اللي جواه، لا انا لازم اقف عند كل سؤال وافهمك الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. السؤال اللي بعد كده بيقول used cars not cheaper than new ones. والله الفكره هنا مستر اهوت، الفكرة الثالثة في حاجة اسمها used، خد بالك عشان جت في امتحان قبل كده ديت، used car not، وفي حاجة اسمها used cars، انا هنا جمعتها not، في حاجة اسمها using car not، وفي حاجة اسمها using cars not. فبالله عليك ركز كده في اللي انا كتبته ده، use the car و use the cars و using the car و using the cars. الفكرة هنا كلمة used دي هي صفة للاسم اللي هو car، تمام؟ يبقى used دي ايه؟ صفة للاسم اللي هو car، ولكن using ديت دي مش صفر، لا كلمة use أصلا لوحدها ده فعل معناه يستخدم، تمام؟ فبقت used دي بقى معناها مستخدم،
انما يوزنج دي معناها استخدام. فركز بقى بص هنا، العربية المستخدمة او العربية المستعملة. فالعربية المستخدمة دي تاخد فعل ايه؟ عربية مستخدمة، فتاخد فعل مفرد. يعني انا بقول لك بقى از ولا ار؟ عربية مستخدمة، عربية واحدة يا مستر اللي مستخدمة، فتبقى الاجابة كلمة از. طب هنا يوزد كارز، عربيات مستعملة او عربيات مستخدمة. عربيات مستعملة كم عربية؟ عربيات كتير، يبقى از ولا ار؟ طبعا يا مستر ار. طب تعرف اللي بعدها؟ هنا يوزنج وهنا يوزنج، استخدام العربية. هو هنا بيتكلم على العربية ولا بيتكلم على الاستخدام؟ لا بيتكلم على الاستخدام، ولذلك بقول لك استخدام العربية. ولذلك استخدام العربية دي هتاخد از ولا ار؟ مستر كلمة استخدام دي مفرد، فبالتالي هيبقى از. طب مستر قال لك استخدام العربيات، انا ماليش دعوة بالعربيات، بس هو بيتكلم على استخدام. الاستخدام دي كلمة الاستخدام بتاع العربيات، فاستخدام دي مفرد، فتبقى الإجابة برضو از. تمام؟ يبقى انا عايز اقول عربية مستعملة مفرد، عربيات مستعملة جمع، استخدام العربية هو انا مش قصدي العربية، انا عايز الايه؟ الاستخدام، فبالتالي هي مفرد. استخدام العربيات ملوش دعوة بالعربيات، هو بيتكلم على الاستخدام، فتبقى الإجابة برضو ايه؟ مفرد، يعني الزمان. فدي الفكرة اللي معروضة قدامك دلوقتي. السؤال بيقول بقى، بيقول used cars not cheaper than new ones. العربيات used المستخدمة المستعملة، العربيات هو هنا قصده على المستعملة ولا قصده على العربيات؟ قصده على العربيات. طب العربيات دي تبقى از ولا ار؟ طبعا العربيات جمعت تبقى ار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي using the cars، هنا بقى استخدام العربيات، هو قصده هنا عايز الاستخدام ولا عايز العربيات؟ لا عايز الاستخدام. طب الاستخدام دايما مفرد يا مستر، يبقى از از، يبقى الإجابة عندك letter A is. طبعا بعد كده يا مستر الفكرة اللي بعد كده أربعة، والله مستر أنا جملتي دلوقتي أعطاني هنا تاريخ أو وقت، تاريخ هقول لك تاريخ أو يعني مدة معينة أهو، تاريخ في الماضي، تاريخ في الماضي، وعطيني هنا جملتك ماضي بسيط. تمام؟ فبالتالي انا هحط هنا حرف الجر ان، يبقى انا ان ثم تاريخ في الماضي عشان اجيب او عشان تكون جملتي في الماضي البسيط. يبقى انا جملتي ماضي بسيط، هنزل حرف جر ان وتاريخ في الماضي. افهمني بس دلوقتي براحة، انا جاي لك واحد واحد. ولو انت جملتك ماضي بسيط ممكن تجيب المدة في الاول او التاريخ ده في الاول هنا، مش تاريخ، مدة، وتحط بعدها كده كلمة ago، يعني ممكن يجيب لك النقط بعد المدة. ولو جاب لك النقط بعد المدة ديت فتبقى الاجابة كلمة ايه؟ كلمة ago. طبعا كل ده هيتعرض قدامك دلوقتي. طب تمام. طب مستر هو لو جاب لي مضارع تام وجاب لي هنا تاريخ بيمثل بداية الوقت زي ما درسنا في المضارع التام، طالما تاريخ بيمثل بداية الوقت تبقى الإجابة اسمها سنس. تمام. طب مستر هو جاب لي مضارع تام وجاب لي هنا مدة تعبر عن المدة كلها، مدة كاملة، في الحالة دي سنس ولا فور؟ طبعا طالما مدة مستر تبقى كلمة فور، وانا هنا تبقى تمام وثبتت معايا المعلومة دي. يعني ايه؟ والله مستر من خلال الاسئلة انا هعرف اثبتها لك. السؤال الاولاني بيقول she started to work here، ان وتاريخها. حلو، المفروض نقط وتاريخ. started دي ماضي بسيط زي الفل، جاب تاريخ ولا لا؟ اه اه 2007 جاب اهو في الماضي، وطالما ده تاريخ في الماضي يبقى انا عايز حرف الجر ايه؟ ان. هو طبعا بيقول لك ان ولا اجو ولا سينس ولا فور، طبعا الاجابه كلمه ان. السؤال اللي بعده بيقول she started to work here، اهو
مدة هي 2 years مدة وبعد كده نقط. طب هو قال started صح؟ يعني ماضي ايه؟ بسيط. بعد كده جاب المدة وبعد المدة جاب النقط صح؟ تبقى النقط دي فيها مين؟ فيها كلمة ago. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول she has started to work here اهو نقط وبعد كده جاب مدة. الاول السؤال الاولاني لا جاب لي تاريخ في الاول نقط وبعد كده تاريخ. اه تاريخ امستر بداية وقت اللي هو 2007 يعني عايز يقول من 2007 مش مدة 2007 لا من 2007 يعني منذ 2007 وتبقى 2007 دي بداية ايه؟ بداية وقت تبقى سينس ولا فور مستر؟ طبعا الاجابة تبقى كلمة ايه؟ تبقى كلمة سينس. طب السؤال اللي بعد كده بيقول she has started to work here not with 2 years 2 years دي مدة وبما انه مستر جاب لي مدة وجاب لي اصلا في الاول has started يعني مضارع تام مع مدة كاملة تبقى الإجابة كلمة إيه؟ تبقى كلمة فور. بعد كده مستر السؤال اللي معروض قدامك بيقول علي not in London for 5 years now he lives in New York. تمام؟ هو بيقول لك has lived ولا كلمة lived. الفكرة هنا هو بيقول لي الفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط زي الفل. والله دي فكرة برضو لازم أركز فيها. هو بيقول إيه بقى؟ أهوت رقم 5 بيقول ايه هو الفرق ما بين المضارع التام مضارع التام والماضي البسيط مضارع التام والماضي الايه الماضي البسيط. والله مستر بكل اختصار الماضي البسيط هي حاجة حصلت في الماضي حاجة حصلت في الماضي حلو وبعد كده هي في المضارع هي انتهت انتهت خلاص يعني هي مش موجودة في المضارع حلو. انما المضارع التام هي حاجة حصلت في الماضي بس لها اثر في الحاضر. يبقى الفرق اللي ما بين المضارع التام والماضي البسيط ان المضارع التام هي حاجة حصلت في الماضي بس ليها اثر فين في الحاضر. الماضي البسيط حاجة حصلت في الماضي بس ايه انتهت يعني ملهاش اثر فين في الحاضر. فده السؤال او دي الفكرة اللي بيعبر عنها السؤال. بيقول ايه بقى ان علي كان عايش في لندن بقاله 5 سنين ودلوقتي عايش في نيويورك. هو كان عايش فين في لندن بقاله كام سنة 5 سنين. السؤال بقى هو كان عايش خلاص ده ماضي يعني الاتنين صح تمام. دلوقتي بقى هو عايش فين؟ ها دلوقتي هو عايش في نيويورك يعني هو مش عايش فين في لندن. هل عيشته في لندن ليها اثر دلوقتي؟ لا ده لان دلوقتي عايش في مكان تاني. اذا عيشته في لندن دي انتهت صح كده وطالما انتهت يبقى ماضي ايه؟ يبقى ماضي بسيط. يعني ماضي بسيط بقى طبعا الاجابه كلمه lived ماضي بسيط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي علي not in London for 5 years he likes it so much. علي كان عايش في لندن بقاله 5 سنين حلو لحد هنا كان عايش ده ماضي يعني الاثنين صح. لو انا بقى جيت اتكلمت دلوقتي بقول لك هو بيحبها جدا معنى كده ان هو لسه قاعد فيها ان هو بيحبها جدا فهو لسه قاعد فيها. يعني ايه حاجه حصلت في الماضي وليه اثر في الحاضر ان هو لسه قاعد فيها لحد دلوقتي؟ فتبقى اجابه المضارع ايه؟ مضارع تام يعني الاجابه هاز ايه؟ هاز. انا ماشي والله انا مش عايز انفعل والله العظيم بجد احنا مرهقين اصلا انا مرهق من الصبح وانا شغال وجاي دلوقتي بصور بعد الفجر فالارهاق نفسه بقى ارهاق بدني وذهني فانت اكيد شايف ده فانا والله بصور لك وانا تعبان اصلا. فواحده واحده انا ماشي معاك واحده واحده اني اوصل لك الفكره والمعلومه بمرض الله وتبقى لوز اللوز زي ما بيقولوا يعني. فواحده واحده انا معاك اهوت ايه يبان عليا ان انا مرهق شويه بس ده لابد ان انا اعمل حاجه زي كده على الاقل تقدر انت ترجع لها فيما بعد. وانا واحده واحده في كل فكره ومش بنفعل والله انا مش على هنفعل بقى ولا اعيش الجو اللي انا كنت بعيشه في الفيديوهات اللي مش عامل كده وانا هادي خالص اهوت لاجل ان الفيديو يخلص بسلام كده واعدي زي الفل ما تعبش يعني. فدي الفكره الخامسه المضارع التام والماضي البسيط. المضارع التام والماضي البسيط المضارع التام حاجه حصلت في الماضي بس ليها اثر والماضي البسيط حاجه حصلت في الماضي بس ايه بس انتهت. الفكره اللي جايه دي بقى معلش ركز لي فيها شويه صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. الفكره دي
تقيله شويه وما اعتقدش ان ممكن يكون حد قال لك اصلا، فركز بالله عليك فيها لان هي فعلا تقيل وصعب، وانت لو شفتها في امتحانات هتلاقيها غلط. فانا بحل في رقم السؤال رقم 13. Have you finished that report you only started an hour ago؟ هل انت خلصت التقرير دوت؟ ماشي، انت بدات، انت بقالك ساعه شغال فيه. حبيب قلبي المحترم، انا افهمك الفكره ايه عشان خاطر ما تبقاش تايه معايا. الفكره السادسه في السؤال ال13، احنا اخذنا ان كلمه اوريدي في المضارع التام، خدنا ان كلمه اوريدي اللي معناها بالفعل ديت بتيجي في السؤال. تيجي فين يا مستر؟ السؤال. تمام. وان كلمه يت دهيت اللي معناها حتى الان بتيجي في السؤال. طب زي الفل، يعني دي بتيجي في السؤال ودي بتيجي في السؤال، وانت كنت عارف ان الفرق بينهم هو ان السؤال اللي بتاع اوريدي لابد ان يعبر عن تعجب او ايه او دهشه، تعجب او ايه او دهشه. طب وان عبر عن تعجب ودهشه تبقى الاجابه اوريدي، ما عبرش تبقى الاجابه ايه؟ يت. زي الفل. يبقى انا مستر كلمه اوريدي بالفعل بتتحط في نهايه السؤال اللي بيعبر عن تعجب او دهشه، ما لقيتش تعجب ودهشه تبقى الاجابه كلمه يت. ولذلك السؤال اللي معروض قدامي بيقول Have you finished that report؟ وعطيني نقط في آخر السؤال، سؤال اهو، وعطيني جملة بعديه تعبر عن تعجب، إذا بالبصمجة فهي already، لأن already في نهاية السؤال بيعبر عن تعجب ودهشة. زي الفل. بس بص الفكرة اللي بعدها كده، Haven't you finished that report not؟ You started over 4 hours. يعني اقدر اقول لك انا خليك تحلها بصمجه، بس انا معلش اسمح لي اني افهمها لك. السؤال الاولاني اللي احنا اخذناه قبل ده بيقول هل انت خلصت التقرير ده؟ هل انت خلصت التقرير ده؟ المهم قال ايه؟ انت بدات بقالك ساعه بس، انت بقالك ساعه بس، ده معناه انه مندهش ومتعجب من انه خلصه لانه بقاله ساعه بس. فإذا هو متعجب ومندهش من ده في إنه خلصه في ساعة بس، فهي اوريدي زي الفل إنه خلصه بالفعل، خلصه. طيب إنما السؤال التاني بقى اللي هو بقول لك Haven't you finished that report not؟ You started over 4 hours. بيقول له إيه ده؟ هو أنت لسه ما خلصتش التقرير؟ لحد دلوقتي اللي لسه، لحد دلوقتي اللي حتى الآن لسه ما خلصتوش لحد دلوقتي، انت بقالك اكتر من 4 ساعات شغال فيه. لو تاخد بالك من الجمله الثانيه تعجب اهي برضو، يعني برضو يت تعجب، ولكن بيقول لك انت بقالك اكتر من 4 ساعات، اكتر من 4 ساعات شغال فيه. يعني انا عايز اقول ان ممكن هنا برضو تلاقي تعجب ودهشه، تعجب، بس التعجب ده بيبين عليه قلق شويه. الراجل ده قلقان شويه، قلقان في ايه؟ في ان ايه ده؟ هو انت لسه ما خلصتش التقرير يا عم؟ ده انت بقالك 4 ساعات شغال فيه. فانا قلقان ان هو ممكن ما يخلصوش، هو هيخلص، بس انا قلقان ان هو اتاخر فيه. تمام. طب مستر برضو احلها ازاي؟ معلش. والله بص بكل بساطه، لو كان السؤال ده نفي فتبقى يت، لو كان السؤال ده اثبات فتبقى اوريدي. بس عايز تحلها كده حلها، عايز تحلها بالمعنى عشان تطمن حلها. يبقى يت واوريدي، اوريدي بالفعل وبتيجي في السؤال اللي بيعبر عن تعجب ودهشه، يت معناها حتى الان، بتيجي في السؤال اللي بيعبر عن تعجب ودهشه، انما دي نفي، انما دي ايه؟ اثبات. يعني هو بيقول لي السؤال الاولاني هاف، هاف يو فينيشد، هاف دي اثبات فتبقى الاجابه ايه؟ اوريدي. الثانيه بيقول لي اللي قدامك بقى بيقول لي هافنت يو فينيشد، هافنت، ها هافنت دي نفي تبقى الاجابه كلمه يت. طبعا هو هنا الان انه لسه ما خلصش الايه التقرير دوت لحد دلوقتي. طيب بعد كده الفكره اللي بعد كده بيقول I not to the library 3 times last week.
والله زي الفل. مش عارف انت تكون عارف الفكرة دي اصلا ولا لأ. اللي بعدها مستر بكل كده فعلوة هو انك يوزد تو داي تستخدم في اوقات غير محدودة. تستخدم في اوقات غير محدودة اهي اوقات تستخدم في الجملة في اوقات غير محدودة مش متحدد لها معاد يعني. ليه؟ لانك كده كده انت عارف انت اصلا عارف ان هي حاجة حصلت في الماضي او ان هي عادة كانت في الماضي وانت دلوقتي ما عادش بتعملها فهي اوقاتها اصلا غير محدودة خلاص الماضي بقى في الماضي فانت ما تحددش حاجة معاها لان هي كده كده بتعبر اصلا عن حاجة في الماضي دلوقتي ما عادش بتعملها زي الفل. يعني عايز اقول ما ينفعش مطلق ما ينفعش بقى انك تروح تحط لي هنا كلمة دلة على الماضي عشان تقول ان الجملة ماضي اصلا كده كده هي يوزد تو بتعبر عن ماضي فانا مش محتاج الكلمة الدلة. فهمت وجهة نظري؟ طب مستر دلوقتي يوزد تو جت يعني ما نحطش كلمة ايه دلة. طب ماشي خلاص. طب افرض بقى هو جاب كلمة دلة ما دي بقى عادية دي ما دي عادية خالص دي وجاب لك كلمة دلة على الايه على الماضي البسيط خلاص يا عم ما تقفش نفسك حط له انت بقى الفعل بتاعك في الماضي الايه الفعل بتاعي في الماضي البسيط بس. يعني ايه يا مستر؟ يعني المثال اللي قدام I went to the library three times last week. والله لو استخدمت used to go غلط. ليه؟ لان في اخر الجملة last week وانا قلت لك ما تستخدمش used to مع الكلمة مع كلمة دالة خالص. ليه بقى؟ لان used to تستخدم في اوقات غير محدودة خلاص انا فاهم ده ولذلك طالما جاب كلمة دالة last week بقى يبقى الاجابة ايه؟ هتفعل في الماضي البسيط بس يعني الاجابة تكون كلمة ايه؟ كلمة went زي الفل دي ما فيهاش مشكلة. السؤال بعد كده Did you go out late night or not you busy؟ والله هو سؤال تافه بس يعني يمكن في حد فيكم مبقاش عارفه يعني هو الاختيارات بتقول ان الموضوع سهل وتافه لان في اختيارين يعني بس هو فعلا لا انا محتاج افهم ده ليه. صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. 8 بيقول ايه بقى؟ ان ديدي مستر المنطقي انك هتجيب بعد الفعل فين؟ في المصدر تمام؟ وان واز وير هتجيب بعدها يا اما صفه يا اما اسم يا اما حرف جر يا اما تصريف ثالث لو بتتعامل على انها مجهول في الاخر علامه استفهام في الاخر علامه استفهام تمام؟ والله دي ديد بعدها المصدر انما دي واز وير اللي بعدهم صفه اسم حرف جر تصريف ثالث. السؤال بيقول Did you go out last night؟ لحد هنا الجملة شكرا خلصت. إنما اللي جاي ده جملة تانية خالص بيقول Or not your busy أو you busy. busy ديت مشغول ومشغول دي صفة. إذا طالما دي صفة يبقى أنا يا إما واتس يا إما وير. وبما إن عندي كلمة يو فتبقى الإجابة كلمة وير ما بقاش فيها أي مشكلة دي خالص. السؤال اللي بعد كده بيقول إيه؟ السؤال اللي بعد كده من وجهة نظري هي الأسئلة تافهة. بس انا مش متعود على الشكل ده ولا الحاجات ايه ده ده انا ممكن احل غلط اصلا. يعني مثلا السؤال اللي قدامك ده بيقول ايه؟ It's late and Rami It's late and Rami not here yet. الغريب في الموضوع ان عندك كلمة yet. هتقول ايه ما غريب يا مستر ليه بس مش غريبة يعني عندي yet يبقى مضارع تام زي انت ما قايل لي يا مستر الحصة اللي فاتت في الشرح فيت تبقى مضارع تام زي الفل. بس معلش يعني اسمح لي ان القي عليك نظره كده انت ما تبقاش واخد بالك منها ممكن. ايه هي بقى؟ انك يا فندم لو قلت ادا 9 هيت لو قلت لي ان كلمه يت اللي معناها حتى الان حتى الان هجيب معاها مضارع ايه؟ انت مضارع تام زي الفل. قول لي بقى يعني ايه مضارع تام؟ لا بسيطة دي يعني هاف او ايه؟ هاف او هاز وبعد كده تصريف ايه؟ تالت. طب تمام اعرف دي بقى وتعالى نتكلم فيها هاف او هاز وتصريف ايه؟ تالت. طب بص السؤال اللي قدامك ها
اتسليت اند رامين واتهيريت. انت بقى عشان بتقول كلمه يت مضارع تامين بقى اما هاف يا اما هاز صح، وعلشان خاطر يت فلازم دول يبقوا منفيين صح. انا ما بتكلمش بقى في مبدا نفي او اثبات، انا بتكلم ان هي مضارع تام. تمام كده زي الفل خلاص عرفتك فهمت دماغك. يبقى انا يا اما هافنت يا اما هازنت، بس لابد عشان اختارهم يبقى بعدهم تصريف ايه تالت لان في فعل قبله. تمام، وعشان عايز مضارع تام. طب قول لي بقى ايه الاجابه، isn't ولا hasn't ولا wasn't ولا doesn't؟ ما خلاص ما حللناها، احنا قلت لي hasn't يا اما haven't يا اما hasn't. طيب اخترت hasn't شطور، فين بقى التصريف التالت؟ مفيش تصريف تالت، مفيش فعل في التصريف التالت بعده، اذا hasn't غلط. طب مستر ديت ما يتش بقى ما فيش خلاص، انت يت انت عايزه مضارع تام، جبت لك have was، مفيش بقى تصريف تالت، يبقى مفيش have was. وصلت لك؟ طب انا هختار ايه يا مستر؟ والله يا حبيبي السؤال بيقول الوقت متاخر ورامي مش موجود لحد دلوقتي، مش موجود دي انا بتكلم كمضارع ولا ماضي؟ مضارع. طب اقول لك حاجه احلى من كده، it is، is دي مضارع صح؟ اذا انت تكمل بالايه؟ بالمضارع. طالما هتكمل بالمضارع يبقى wasn't دي اللي هي letter c غلط. تمام زي الفل. وكده كده hasn't احنا شلناها، ليه hasn't شلناها؟ لان والله hasn't ديت مضارع تام عايزه بعدها تصريف تالت، فل خالص مفيش تصريف تالت فمفيش hasn't يبقى غلط. فاضل لي isn't وفاضل لي doesn't زي الفل. تعال نختار كلمه doesn't كده. طب اذا خدنا كلمه doesn't فdoesn't دي زي بالظبط did، زي did بالظبط، ما هي do و does و did، بعدهم الفعل فين؟ في المصدر. طب ما انا ما عنديش مصدر، اذا هي غلط، تبقى الإجابة كلمة isn't بس. ولذلك بقول اهو ان الوقت اتأخر ورامي مش موجود هنا لحد دلوقتي، فبسيطة يعني مش موجود في المضارع. الفكرة بسيطة وكل حاجة، بس محتاجة ان انت ايه تفهمها كويس، انك ما تكونش حافظ وخلاص يعني. طيب بعد كده مستر الفكرة اللي بعد كده، والله انا بحاول اكون هادي على قد ما اقدر، لكن اللي عارفني اللي عارفني كشخص يعني في شغلي وفي الحصه جوه انا ما بكونش كده يعني، واكيد باين بالفيديوهات اللي فاتت، فانا ما بكونش الشخصيه اللي الهاديه قوي دي يعني. كان اول ما بدات شغلي كنت كده، ولكن فيما بعد انا بقى ما بقتش يعني، الشغل وضغط الشغل وبتاعه والخبره والتعامل الكتير وبتاع، فكل ده ما عادش فيه حمل ان انت تكون هادي، ولكن انا هادي النهارده طبيعي اني اكون تعبان، انا مره فما نمتش فلازم تشتغل فلازم تعمل فشغلانه كده. الفكره اللي بعد كده رقم 10، السؤال بيقول never not him since he traveled. بص يا محترم مبدئيا كده، بما انك بتقول since ديت اللي معناها منذ، ها مبدئيا طالما بتقول سنس اللي معناها منذ، يبقى انت بتكلم هنا مين؟ مضارع تام. لازم تجيب قبلها مضارع تام، ومضارع تام دي محترم يعني هاف وهاز وتصريف تالت. هاف وهاز وتصريف ايه؟ تالت. لسه واخدها. شو بقى عندك في الاختيارات؟ بيقول لك did I see ولا have I seen ولا I did see ولا I have seen. طيب مبدئيا كده انت عايز هاف وتصريف تالت صح؟ يبقى A و C غلط، لان ما فيهاش هاف وتصريف تالت، يبقى الاجابه اما B يا اما D صح كده؟ يا B يا D. طيب بص بقى، مضارع تام عادي هو انه هيبدا بالفعل وبعد كده هاف او هاز وبعد كده تصريف تالت، فاعل الاول وبعد كده هاف وهاز وتصريف ايه تالت. ولكن بص يا فندم، كلمات النفي، الكلمات التي تعبر عن النفي او تعبر عن نفي، كلمات تعبر عن نفي اهي، لو جت في اول الجمله، لو جت فين؟ في اول الجمله بعدها كلمات النفي، لو جت في اول الجمله بعدها بجيب سؤال يا مستر، يبقى كلمات التي تعبر عن النفي لو جت في اول الايه الجمله بعدها ايه سؤال، الكلمات التي تعبر عن النفي لو جت في اول الجمله، لو جت في اول الجمله بعدها
سؤال بعدها سؤال. يعني سؤال يعني الفعل اللي انت هتجيبه هيكون على شكل السؤال، يعني فعل ثم فعل مساعد ثم فعل اساسي وهكذا. انت ماشي. طيب مستر معلش، انا دلوقتي جت لي كلمه نيفر في الاول في السؤال اهو، وانت بتقول نيفر ديت هي كلمه تعبر عن نفي، انتوا عارفين نيفر تعبر عن نفي، واذا جاءت الكلمه التي تعبر عن النفي في اول الجمله فلازم يجي بعدها سؤال. يعني ايه سؤال؟ يعني فاعل فعل ولا هبدا الاول بالفعل ثم الفاعل؟ ايوه هي دي، فعل فاعل. يعني اي هاف ولا هاف يو؟ لا، طالما فعل الاول يبقى هاف وبعد كده الايه يو اللي هي الفاعل. طب اللي عندي هنا الفعل هو مين؟ هو اي. يبقى اي هاف يعني فعل فعل ولا هاف يو فعل فاعل؟ لا انا عايز هاف يو فعل ايه؟ فعل فعل. فتبقى الاجابه او هاف اي اسف have I seen يعني فعل فعل، الإجابة letter B. بعد كده it's time we not our luggage we have to leave in 2 hours. طيب مستر دي أخذناها فين يا مستر؟ عشان بس أفكرك بيها. والله إحنا أخذنا it's time اللي معناها حان الوقت، أخذناها مع حاجة اسمها تمني غير حقيقي، وقلنا إنه بيعبر عن تمني غير حقيقي لو جه بعدها فاعل فبيجي بعدها اتنين اهي، اللي هي زي would rather، لو بيجي بعدها فعل فبيجي بعدها اتنين، فبيجي بعدها اتنين يا يعني اما ماضي بسيط لو تمني في المضارع، يا يعني اما ماضي تام لو تمني فين؟ في الماضي. احنا قلنا بقى اهو عشان افكرك بيها اهي، it's a time، هذا it's a time اهي، قلنا هيجي بعدها الفاعل اهو من بدايتها خالص اهي، الفاعل وبعد كده اتنين. الاتنين دول يا اما بجيب ماضي بسيط يا اما بجيب ماضي تام. بجيب ماضي بسيط لو بعبر عن مضارع، بجيب ماضي تام لو بعبر عن ماضي. بجيب ماضي بسيط لو بيعبر عن مضارع هو مضارع، بجيب ماضي تام لو بيعبر عن ايه؟ عن ماضي. تمام. او انه بقى ممكن يشيل الفاعل فيحط بعدها تو الايه؟ تو الفعل في المصدر. ده كان شرحنا الاساسي ما فيهوش اي مشكله، بس انا قصدي في حاجه هنا، انت ات تايم بيجي بعدها فاعل ثم اتنين، اتنين دول هم ماضي بسيط او ماضي تام. ماضي بسيط لو بيعبر التمني عن المضارع، وماضي تام لو بيعبر التمني عن الماضي. انا قلت في الشرح واي حد بيقول ان يا مستر التمني بيعبر عن مضارع هتعرفه ازاي؟ قلت لك هتلاقي كلمه تدل على المضارع. طب التمني في الماضي هتعرفه ازاي؟ هتلاقي كلمه بتعبر عن ايه؟ عن الماضي، كلمه داله يعني عن الماضي. ولكن اللي ما كنتش انت عارفه ان انت عارفه ولا احنا وصلنا ليك ان ممكن ما تكونش فيه كلمه داله، وفي الحاله دي ممكن يحط لك جمله كامله تعبر عن مضارع يعني، او جمله كامله تعبر عن ماضي. السؤال اللي قدامك بيقول it's time we not our luggage. لحد هنا يا فندم انت واقف متعلق مش عارف احط مضارع يعني اتعامل معاها على انها مضارع ولا اتعامل معاها على انها ماضي. طب اعمل ايه؟ ها بص تكمله الجمله بقى، we have to، الفعل اسمه ايه؟ have to. طب have to ده فعل مضارع ولا ماضي؟ لا مضارع. فعل ايه؟ مضارع. اذا ده ايه؟ ده كلام ايه؟ حال الوقت دي، حان الوقت اللي هي اتس تايم دي كلامها لايه؟ لمضارع. يبقى انت هتستخدم ماضي مين؟ ماضي بسيط. في الحاله دي هتستخدم مين؟ ماضي بسيط. يعني ايه الكلمه ماضي بسيط دي؟ يعني يعني كلمه باك. بص بقى معلم، افترضنا انه شال هاف تو وخلاها هاد تو. هاد تو ديت يعني انا خليتها ماضي، يبقى انا احط ماضي ايه؟ ماضي تام. اللي انا عايز اوصله لك ان مش معناها مضارع او ماضي انه يجيب لك كلمه داله، مش شرط انه يجيب كلمه داله، ولكن ممكن يجيب لك جمله كامله تعبر عن الزمن اذا كان هو مضارع او اذا كان هو ماضي. صدقني المعلومات خفيفه وسهله وبسيطه والدنيا حلوه، بس صدقني انت ما تبقاش عارفها، ممكن تقع فيها باي سهوله جدا وانت ما انتش فاهمها ولا عارفها. وصلت لك ازاي؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول Did you hear what she said? No, I know about something else.
ماشي. وبيقول لي thought ماضي بسيط ولا was thinking ماضي مستمر. بص هو الفكرة في السؤال دوت احنا قلناها في الشرح في ايه بقى؟ في ان يا فندم دلوقتي انت عندك اوت، احنا قلنا ان في كلمات او في حالات مش هينفع تيجي في المضارع في الماضي المستمر وهتيجي لك في الماضي البسيط. الحالات دي قلنا رقم واحد افعال ما بتاخدش اي ان جي، وكان من ضمن الافعال دي افعال الشعور والادراك والحواس والتمدد. بص بقى احنا قلنا فيها الفعل ثينك ده، قلنا والله الفعل ثينك، قلنا الفعل دوت هو ليه معنيين، معنى يعتقد او معنى يفكر، يعتقد او ايه او يفكر. وقلنا الاعتقاد ده ما بياخدش وقت، فمش هياخد اي ان جي، فمش هحطه في مضارع، مش هحطه في ماضي مستمر، واحطه في ماضي بسيط. انما اللي بيفكر في الشيء اهو بفكر في حل المساله، بفكر اهو بفكر اهو بفكر، باخد وقت ولا لا؟ خدت وقت، اذا ياخد اي ان جي عادي، فحطه في الماضي المستمر عادي، ما فيش اي مشكله. طب مستر ما احنا اخدنا برضو حاجات تانية زي مين مثلا؟ زي كلمة have. ما have دي مستر اصلا ليها معنى ايه؟ يا اما تقول معناها يمتلك، يا اما تقول معناها يتناول. وفي الحالة دي يا مستر انت يمتلك ديت ما بتاخدش اي ان جي، فمش هتيجي في المضارع في الماضي الايه المستمر، ومش هتيجي في المضارع التام المستمر، ولكن هتحطها في الماضي البسيط او تحطها في الماضي الايه او تحطها في المضارع التام. يتناول بتاخد استمرار عادي يا جماعه، يعني استمرار يعني وقت معين، يعني اي ان جي يعني انك بتاكل في وقت معين على فترات، اه مش اكيد مش هتفضل على طول، فاللي على طول ده ما ينفعش ياخد اي ان جي. التملك انا بمتلك الشيء على طول، زي كلمه لاف يحب، انا بحب اي لاف ماي ماذر، انا بحب امي. هل حد بيحب امه ده لوقت معين اي ان جي، ولا بيحب امه على طول؟ بيحب امه على طول. لذلك كلمه لاف ما تاخدش اي ان جي لما يكون معناها يحب. وصلك؟ انا يحب ما تاخدش اي ان جي. فلاف او كلمه هاف معناها يمتلك، ده علشان على طول ما ياخدش اي ان جي، يتناول لوقت معين فياخد اي ان جي عادي. كلمه يعتقد ما بتاخدش وقت، اعتقد انك تعبان ولذلك ما خدش وقت، انا اول ما شفتك اعتقد انك تعبان، ده فعل على طول اذا ما ياخدش اي ان جي. فالسؤال بيقول كده did you hear what she said، هل انت سمعت اللي هي قالته؟ فقال له لا انا اعتقد في شيء اخر، ولا انا بفكر في شيء اخر؟ لا انا بفكر في شيء اخر. اذا انا عايز اوصل لك ان كلمه think اللي في الاختيارات ديت هي معناها يفكر مش يعتقد، ومعنى ان معناها يفكر يعني انا هاخد اي ان جي عادي، فتبقى اجابتي ماضي مستمر was thinking، ما فيهاش اي مشكله. انا قلت لك على قد ما الموضوع بسيط وسهل، لانه فعلا محتاج ان حد يقوله لك ويوصله لك. انا بقى بديك هديه النهارده، حرفيا اقسم بالله هديه بين ايدك كده، فيديو متجمع فيه 36 فكره على الوحده الاولى، ومش سهلين اللي هو اي كلام، لا متجمعين، تجمعتهم دي بتاخد وقت اصلا، ما بالك بقى جبت لك في فيديو واحد. بص حاجه لوس كده ماشي. بعد كده السؤال اللي عليه الدور رقم 21 بيقول she always English when she lived in America. والله بقى بص الفكرة دي بسيطة برضو، ايه هي؟ ان ممكن ركز بس، فكرة رقم 13، ان ممكن الماضي البسيط تيجي معاه ظروف التكرار عادي، وكأني بقول ان التكرار في الماضي البسيط، يعني ممكن يحدث حاجة اسمها تكرار في الماضي البسيط عادي اللي هو اسمها عادة يعني. فممكن ظروف التكرار ان تأتي في زمن الماضي البسيط. حلو، يبقى انا ظروف التكرار اهي، ظروف التكرار اهي اقدر اجيبها عادي في الماضي البسيط، هي كده كده كانت بتيجي في زمن الايه المضارع البسيط اللي بيعبر عن التكرار الروتيني اليومي اللي بيحصل على طول وهكذا، فعلى طول دي يعني مضارع ايه مضارع بسيط. ممكن بقى ظروف التكرار دي تيجي عادي في الماضي البسيط، يا جماعه والله ما فيها مشكله ان انا كنت على طول بعمل كذا في الماضي، طيب يبقى ده ظروف تكرار. ولكن معلش يعني انت براحتك في تجيب اي مكان براحتك، بس انت عندك شروط لازم تاخدي بالك منها. ايه هي؟ انا مكاني في الجمله باجي قبل الفعل،
الأساسي وباجي بعد verb to be. هي بتتكلم هنا على مكانها مع الفعل، موقفها مع الفعل بيكون ايه. فوالله هي بتقول انا باجي قبل الفعل الاساسي وباجي بعد verb to be. تاني، باجي قبل الفعل الايه الاساسي وباجي بعد verb to be. ايه verb to be ده؟ am و is و are و was و where. ايه هو الفعل الاساسي؟ يعني مش مين، مش verb to be. حلو، تعالى بقى شوف السؤال. she always، احط بقى ماضي بسيط ولا ماضي مستمر؟ انا ممكن احط ماضي بسيط بالفهلاء وعادي، الماضي البسيط ممكن ظروف التكرار تيجي معاه عادي زي الفل هتمشي صح، والنعمه صح محدش هيقول لك حاجه. بس تيجي نقوله ليه ما خدناش ماضي مستمر؟ تيجي نقول كده لانك لو حطيت was speaking في الجمله دي هتبقى غلط. اشمعنى؟ لان كلمه was ديت ده verb to be، وانت لو حطيت verb to be في النقط فانت هتكون جبت ظرف التكرار قبل verb to be. بص، هتكون جبته فين؟ قبل verb to be. هو المفروض بيجي ايه؟ بعد verb to be. وصلت؟ فيبقى الاجابه كلمه spoke بس. السؤال رقم 22، when I worked as a postman I not up at 3 o'clock every morning. every morning كل صباح. وانا قلت لك ان ممكن ظروف التكرار تيجي عادي مع الماضي البسيط، وبالتالي مفيش اي مشكله ان تيجي كلمه got الماضي البسيط مع every morning، ولا اي مشكله خالص، كان عاده في الماضي ومعادي. السؤال 23 بيقول how long ago، صلى النبي عليه الصلاه والسلام. بص محترم، 14 لو قال لك how long كده، وقال لك how long ago، لو قال لك just كده، ولو قال لك just now، ايه الدنيا؟ والله بكل اختصار لو قال لك how long بس قال له انت زمنك مضارع تام. لو قال لك how long ago قول له انت ماضي بسيط. لو قال just قول له انت مضارع تام. لو قال لك just now قول له انت حضرتك يعني ماضي بسيط بس. معنى فهي الفكرة بس ان الكلمات دي استخدم في جملتها ايه مش اكتر، زمن ايه بالظبط. والله السؤال اللي قدامك بيقول لك how long ago، how long ago يبقى انا ماضي بسيط، يبقى الاجابه ديد ولا هاف تصريف ثالث؟ لا انا عايز ماضي بسيط، يعني ديد يو ليف. جد السؤال 24 بيقول my mother not for market just now. ده just now اهي، مش just لوحدها، just now استخدامها بيكون في الماضي البسيط، يعني كلمه ليفت مش هاف. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول 25 بيقول her father was 80 years old when he not died ولا was dying ولا has died. بصوا محترم، لو انا حليت بالتوافق الزمني مع الرابط زي اول فكره، فوين في النص اهيت، جه قبلها was ماضي يبقى المفروض بعدها يبقى ماضي. يعني اذا هنا has died دي مضارع غلط، يبقى انا عايز ماضي، اختار بقى ماضي بسيط ولا ماضي مستمر. دي الفكره. هو بيقول ان ابوها كان عنده 80 سنه لما مات، لما مات. مات دي بقى مش مات، دي حاجه حصلت في الماضي انتهت، انتهت انه مات. طب حاجه حصلت في الماضي وانتهت يبقى اسمها ماضي ايه؟ اسمها ماضي بسيط، مش ماضي ايه؟ مش ماضي مستمر. وصل لك؟ الماضي المستمر بيعبر عن حاجه كانت مستمره في وقت معين. يعني هو كان بيموت، يعني مش فاهم يموت ازاي، هو مات خلاص، مات يعني حاجه حصلت في الماضي وانتهت، مات خلاص. وصل؟ في حاجه ماضي بسيط تبقى الاجابه كلمه دون. اللي بعدها while I not at school suddenly an earthquake took place. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فكره برضو حلوه يمكن اتقالت في الشرح بس ما ركزتش فيها. رقم 15 بيقول ايه بقى؟ الفعل، الفعل ب، هي مش قلت كده فعل ليه بس، استغفر الله العظيم. الفعل
كفعل أساسي لا يأخذ ING. يبقى تاني الفعل بي كفعل أساسي لا يأخذ ING. الفعل بي كفعل أساسي لا يأخذ ING. بس اتحلت قلنا. وانت عارف من الحصة بتاعت ازاي تحل الماضي البسيط والماضي المستمر ان وايل بعدها ماضي ايه؟ مستمر. يعني الإجابة was ولا was being؟ لا ماضي مستمر يعني was أو were ing، يعني الإجابة was being. انت صح بس غلط. ايه صح وايه غلط؟ صح انك خدت ماضي مستمر، وغلط ان الفعل بي ما بياخدش ing كفعل اساسي. يعني فعل اساسي يعني مفيش فعل تاني بعديه، هو اخر فعل، فهو اخر فعل بي، فهو اخر واحد، ما ينفعش ياخد ing لانه هنا فعل اساسي. فالفعل بي كفعل اساسي لا ياخد ing. بس طب ما بياخدش ing يعني مش هيجي في ماضي مستمر، هحطه فين بقى؟ في الماضي البسيط، يعني كلمه واز بس كده. طب مثال كمان ليها برضو. While I not ill I lost a lot of weight and became so thin. طب مستر هنا while برضو ماضي مستمر، فالمفروض was being برضو. غلط، لان الفعل بي كفعل اساسي لا ياخذ ing، فتبقى الاجابه طبعا كلمه was بس. في اي مشكله في دي؟ فل دي. تمام. اللي بعدها حلوه جدا بقى، عجباني قوي، عجباني بسبب الاختيارات مش بسبب السؤال. السؤال عادي بس بسبب الاختيارات هو اللي بيخلينا نفكر شويه. الفكره اللي بعد كده، احنا قلنا عند حذف الفاعل بعد وايل نضع الفعل في ing زي الفل. لو جملتك معلومة ده اللي احنا قلناه، ولو جملتك مجهول هتحط being ثم تصريف تالت عشان تحقق شرط المجهول اللي هو بيه تصريف تالت. يبقى احنا قلنا كده ان لما تحذف الفعل بعد كلمه وايل الرابط دوت هتحط اي ان جي لو جملتك معلوم، بينج تصريف تالت لو جملتك مجهول. بس قلنا حاجه، قلنا عشان تحذف اصلا فهو بشرط، الحذف ده ليه شرط، بشرط ان يكون فاعل الجملتين واحد. ده انت عشان تحذف الفاعل اللي بعد وايل ده لابد ان يكون فاعل الجملتين واحد، يعني الفاعل الجملة الاولى شبه الفاعل الجملة التانية بالظبط. هنا اقدر احذف الفاعل الاولاني واحط ان جي عادي لو معلوم، بينج تصريف تالت لو مجهول. شوف السؤال اللي قدامك. While not by his mother the baby gave a loud cry. هو حذف الفاعل الاولاني زي ما باين قدامك كده. تمام. الفاعل اللي في الجملة التانية بقى هو مين؟ ذا بيبي، الطفل يعني. لو تبص في الاختيارات هتلاقي الفعل باث. باث دي معناه يستحم. طيب يستحم دي هل يعقل بان الطفل هيستحم بنفسه؟ لا، طفل. وبعدين هو في السؤال اصلا في الجمله الاولى كاتب بواسطه امه، فاذا امه اللي بتحميه، فهو بيستحم بواسطه امه. يعني عايز يقول ان الطفل هو المفعول اللي هو هيستحمى، فتبقى جملتك مجهول. وفي حين حذف الفاعل بعد وايل والجمله مجهول، حذف الفاعل بعد وايل والجمله مجهول يعني المفعول اللي اتشال دوت، فتبقى الاجابه ايه؟ مجهول. يبقى بينج تصريف يعني انا جبت بينج ايه؟ بينج باز اللي هي لتر سي، جملة مجهولة عادي وشال الفاعل من بأي، وانا قلت لك ان اي رابط في الانجليزي شال الفاعل من بعديه اي ان جي، وانا حاطط اي ان جي بينج هو التصريف الثالث لان انا جملتي ايه؟ مجهول، لان الطفل مش اكيد مش بيحمي نفسه لا في حد بايه؟ بيحميه. الله محترم نكمل، خد بالك ما عادش فاضل الحاجات قليله اهي. خلاص احنا زي الفل وماشيين زي الفل خالص، وانا ماشي معاك واحده واحده.
ما عادش فاضل الافكار صغيره جدا ما تقلقش. خلاص فاضل لنا احنا في السؤال هو رقم 29 فزي الفل خالص. بعد كده بيقول لك جاب لك رابط وجاب لك حرف جر نقط يعني وجاب بعدي حرف جر، فاعرف في حين انه بيخيرك في رابط فالرابط اسمه وايل، مفيش اي مشكله فيها. السؤال بيقول not in in the office he received a call from his wife. هو عايز رابط في النقط دي. لو خد بالك هو عاطي لك كلمه during وعاطي لك on وعاطي لك while. طبعا كل ده غلط، فالاجابه الوحيده اللي تنفع مع حرف الجر بعدها هي كلمه طبعا ايه، هي كلمه while، دي ما فيهاش اي مشكله. فكره رقم 18 في السؤال رقم 30 not visiting hours. تمام اين جي واعطي لك اختيارات كلمه on و during و while. طبعا حضرتك هتستبعد رقم واحد هي during، اكيد ليه؟ هتقولي اصل في فعل بعدها في اين جي، وانت قلت لي طالما في اين جي فما تاخدش during اللي فيها اين جي، فاين جي ورا اين جي غلط صح، وتتفاجئ بان during هي الصح. واي ازاي؟ والله لو اتعاملنا يعني على انها كلمه وايل، فوايل لازم يجي بعدها فعل في مضاف اين جي لو هي شال فعل يعني، ففعل في اين جي وده مش فعل اين جي، وان نفس النظام فعل اين جي. ولكن يا فندم اللي انت متعرفوش، انت اكيد عارف ان كلمه ديورنج ديت اللي معناها اثناء وخلال، انت عايز يجي بعدها ايه؟ نون اسم صح. طب ما هي visiting visiting hours دي، والله لو visiting دي فعل كان هيبقى معناها كده، ترجم الاول الفعل لو هي فعل، فانت هترجم الفعل الاول، هيبقى معناها يزور ساعات، يعني كلمة ساعة الساعة تعبانة فانت راح تزور الساعة. والله صحيح اكيد، لا مش منطقي يعني. اذا هي دي مش فعل، ولكن هي معناها ايه؟ ساعات. كل ده اسم اصلا معناه ساعات الايه؟ الزياره، ساعات الايه؟ الزياره. وساعات الزياره دي كلها مستر كلها كده هي ايه اصلا؟ هي اسم، وفي حين ان كلها اسم فالاجابه تبقى ايه مستر؟ during. يعني انا جبت هنا طبعا على طول كده هي كلمه during، لان visiting hours على بعضها دي noun. طب انا اعرفها ازاي يا مستر؟ ما انا كده هتلخبط مع التانيين. لا حبيبي قلبي مش هتتلخبط، لان فيزيت ديت لو كانت لو انت تعاملت معها كفعل يعني يزور، فانت ترجم الاول يزور ساعات، مفيش حاجه اسمها يزور ساعات ولكن اسمها ساعات الزياره، يعني دي كلها اسم. واصله لك زي الفل. انما لو نفعت بقى يزور يعني قال لك مثلا فيزيتنج ماي انكل، هنا فيزيتنج ماي انكل هنا لما كنت بزور عمي، فهنا فيزيتنج دي انا زرت الاول يزور عمي فنفعت فعل ايه هنا اللي جاب هنا تبقى كلمه وايل، لان كلمه وايل هي اللي بيجي بعدها الفيرب في اي ان جي في حين حذف الفعل بعدها، وطبعا فيزيت هي زياره يزور فده واخد استمرار، فتبقى وايل فيزيتنج ماي ايه ماي انكل، مفيش اي مشكله في دي. الفكره اللي بعد كده رقم 31، بص يا محترم رقم 31 السؤال رقم 31 في الفكره رقم 19 احنا كنا بنقوله ان هيديك فعل في جملة التعقيب لو انت فاكرني، بعد كده يديك used to، وبعد used to هيديك حاجة من اثنين، اما يديك الفعل بي كده لوحده صريحة كده بي، او يديك اي فعل تاني، اي فعل تاني مهما كان بقى، اي فعل تاني هيكمل جملته حط الكاما عشان يفصل في الجملة اللي بعدها، يجيب لك كلمة but now يعني ولكن الآن، ويروح ينزل بالفعل التاني اللي هو زي الفعل ده. بعد كده يا ريس انت هتنزل هناك بإيه بقى؟ عندك شرطين. أول شرط اللي هينزل هنا إنه يكون مضارع. ليه مضارع؟ لأنه بيقول لك now الآن. تاني شرط إنه يكون عكس. ليه عكس؟ لانه بيقول لي بات يعني ولكن، يعني لو ده اثبات يبقى ده نفي، ده نفي يبقى ده اثبات، ده قلنا في الشرح. هناك بقى لو كان هو بيه فيبقى هنا ام
او از او ايه او ار. لو كان هو اي فعل تاني هيبقى دو او ايه او داز، يا اما دو يا اما داز زي الفل، مفيش مشكله في دي، يا اما دو يا اما داز. تمام يا مستر. تعال بقى نتكلم في حته السؤال اللي عندي اللي بيقول my father used to be a heavy smoker when he was young but now he not. حلو. اللي بعد used to ايه؟ be صح؟ يبقى هناك هيبقى يا اما ام يا اما از يا اما ار. في but now يبقى هناك يا اما ام يا اما از يا اما ار. هختار ايه؟ عندي doesn't وعندي isn't وعندي aren't وعندي don't. طبعا doesn't و don't غلط، فاضل لي يا اما isn't يا اما aren't. طب ليه doesn't و don't غلط؟ لانه جاب لي بي، وانت قلت لما اجيب بي فتحط هناك يا اما ام يا اما از يا اما ار. خلاص يبقى الاجابه يا اما isn't يا اما aren't. تمام. طيب isn't ولا aren't؟ والله قبل النقط فيه هي وهي ده مفرد، فيبقى is. يبقى الاجابه كلمه isn't. دي سهله وما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيهاش مشكله خالص. طيب تعال بقى للي بعده، فيها حتة صعوبة شوية، ركز بس. رامي used to be lazy but now he not. used to جي بعدها ايه؟ be. يبقى هناك يا اما ام يا اما از يا اما زي الفل. لقيت فيه مع كل اختياري فيه كلمة اسمها no longer، مفيش مشكلة عادي. انت شوف ام واز وار فين واختارها. يعني انا اختار كده اي هتكون غلط لان فيها داز، انا مش عايز داز. بي غلط لان برضو فيها داز. الاجابه يا اما سي يا اما دي، يا اما سي يا اما دي. يعني يا اما از نو لونجر يا اما نو لونجر از. طيب زي الفل. انا بقى في شرح الحته دي، في شرح الحته دي كنا شرحينها ازاي يا مستر؟ والله قلنا ان انت بتقول نو لونجر ثم فعل في المضارع الايه البسيط، no longer ثم فعل في المضارع الايه البسيط. بس مستر احنا عندنا مشكله هنا. ايه هي المشكله حبيب قلبي؟ ان انا no longer دي هتعامل معاها وكانها زي الظروف بالظبط، ظرف. ف no longer ظرف. طب الظرف ده هيجي قبل الفيرب تو بي ولا بعد فيرب تو بي؟ الظرف هيجي قبل فيرب تو بي ولا بعد فيرب تو بي؟ لا هيجي بعد فيرب تو بي. فتبقى الاجابه مستر no longer is ولا is no longer؟ طبعا الاجابه مطلقه is no longer، لان الظرف يجي بعد verb to be. يعني is no longer الاجابه هي الصحيحه، ما فيهاش اي مشاكل. تعالى بقى حبيب قلبي للسؤال اللي بعدها، اللي اعتقد يعني بنسبه عاليه جدا انك ما اعتقدش ممكن تكون شفته قبل كده. بص حبيبي، احنا هنا في القاعده دي اسمها جمله التعقيب، used to ده ماضي، فانت بعد كلمه now هناك هتبقى مضارع. تمام. طيب مستر بقى عندنا مشكله، لو شقلب يعني ايش قلب؟ يعني لو جاب هنا مضارع وعمل هناك ماضي هتبقى عادي جدا بنفس الشروط. هناك عكس تبقى ايه؟ ماضي وتبقى عكس. يعني ايه؟ عشان افهمك بس. قال لي he is used to playing tennis every weekend but years ago، ولكن من سنين، منذ سنين. حبيبي بقى ثواني، معنى ان هو شال كلمة now ده ايه ونزل مكانها كلمة years ago، يعني منذ سنين، سنين من سنين، يعني ده ماضي. ده تقرير منه على ان اللي بعدها هنا في الجملة دي هيبقى مضارع ولا ماضي؟ هيبقى ماضي. طيب هيبقى ماضي. الماضي ده بقى، الماضي ده بقى هيبقى حاجة من حاجتين. لو انا اتعاملت معاه على انه بي، ان هو هنا بي بعد يوز تو بي، يعني هيبقى هناك يا اما واز يا اما وير زي الفل. ولو اتعاملت معاه على انه اي فعل تاني بعد يوز تو هنا يعني، فهيبقى هناك بدل دو داز هيبقى مين؟ هيبقى ديد. وهيبقى الشرط بتاعك الاولاني انه يكون ماضي، الشرط الثاني انه يكون عكس. يعني لو ده اثبات يبقى ده نفي، ولو ده نفي يبقى ده اثبات. افهمني عشان خاطر تعرف تحل السؤال اللي قدامك. بيقول ان هو دلوقتي متعود انه يلعب تنس، ولكن من سنين ما كانش متعود.
وصلت؟ طب تعالى عكس، هو كان متعود يلعب تنس ولكن دلوقتي مش متعود، دلوقتي مش متعود. طب هو دلوقتي متعود يلعب تنس ولكن زمان ما كانش متعود. زمان ما كانش متعود دي بقى اكتبها ايه؟ اكتبها مضارع؟ لا مش هكتبها مضارع بقى، لانه قال لي من سنين، فاكتبها ايه؟ ماضي. وبص بعد تو، يوز ذا تو، جابها بي؟ لا. جاب بي؟ لا. يبقى مش واز ايه؟ وير. امال جاب ايه؟ جاب اي فعل تاني، اللي هو مين يعني؟ جاب لي كلمه بلينج، يعني ده اي فعل تاني. هو اصلا في الغالب مش هينفع يجيب بي. ليه مش هينفع يجيب بي؟ لان احنا لسه قايلين الفعل بي كفعل اساسي لا ياخذ اي ان جي، وهي يوز از يوزد تو، از يوزد تو لازم يجي بعدها اي ان جي، يعني تبقى بينج، وده غلط. فمش هتيجي بي، هي هتجي لك مين؟ هتجي لك الثانيه، اي فعل تاني. فتبقى الاجابه كلمه ديد. هتبص للجمله الاولى از مثبت، يبقى هناك ايه؟ منفي، يعني بدل ديد هتبقى ديدن، تبقى الاجابه كلمه ديدن. طبعا انا قلت لك نصيحه من اخ من اول الفيديو، قلت لك ما تخشش تسمع الفيديو ده لو حضرتك ما ذاكرتش يونت 1 حقيقي. لا في افكار كتير، في افكار كتير جدا، وعايز واحد مذاكر. لا ما مش هضحك عليك، هو فعلا عايز حد مذاكر. والكلام اللي انا بقوله، لا انا بخاطب واحد مذاكر فعلا الحته دي والجزئيه اللي بتكلم فيها. فلا فانت محتاج حد مذاكر عشان يسمع الفيديو ده. دخلنا على الفكره رقم 20، واحنا خد بالك بنفنش خلاص. فكره رقم 20 بتقول ان انا عندي كلمه اسمها سنس. سنس دي لو معناها منذ، فانت بتخاطب قبلها مضارع تام، فبعدها ماضي بسيط. تاني، لو قبلها مضارع تام لازم يكون قبلها مضارع تام، فيبقى بعدها ماضي بسيط. سنس رقم واحد ماضي بسيط. اتنين، ان ممكن يشيل الفاعل اللي هو بتاع الماضي البسيط. مش الماضي البسيط ده بيكون عبارة عن، الماضي البسيط ده عبارة عن فاعل اهو، فاعل ثم فعل. ايوة مستر، فعل ثم فعل. هو بقى ممكن يشيل الفاعل ده، وفي الحالة دي ان اي روبوت في الانجليزي شال الفاعل من بعديه بنزل مين؟ اي ان جي زي الفل. اي روبوت في الانجليزي شال الفاعل من بعديه اي ان جي، تمام. ثلاثة، انه يجيب بعد زنس بداية الوقت عادي، مفيش مشكلة في دي. بداية الوقت، عشان قلنا ان كلمة سنس اللي معناها منذ، منذ بداية كذا، منذ بداية 2010، منذ بداية 2009 وهكذا، منذ طفولتي، منذ جوازي، فاهم الحاجات دي كلها. فده عادي انه مضارع تام. سنس، سنس بيجي بعدها ثلاث حاجات، ده الطبيعي. سنس يجي بعدها الوقت بتاعها، يجي بعدها الماضي البسيط يعني فعل ثم فعل، يا اما يشيل الفعل فتحط الفيرب في اي ان جي، لان اي رابط في الانجليزي يشيل الفعل من بعديه اي ان جي. دي انا ما عنديش اي مشكله فيها خالص وبسيطه. افرض بقى سنس دي هي اصلا ليها معنى تاني، معناها لان، يعني رابط سبب، يعني تساوي as، تساوي because كده، فهي رابط سبب. رابط سبب يعني ايه؟ يعني since بيجي بعدها ايه؟ السبب، وبيجي قبلها ايه؟ النتيجة. قبلها سبب او قبلها نتيجة وبعدها سبب. حضرتك في حين تواجد since معناها لان بتساوي as وbecause، يعني رابط سبب، يعني بعدها سبب قبلها نتيجة، انت بتتعامل هنا مع ان سنس على انها رابط، يعني لابد من حدوث التوافق الزمني ما بين الرابط. يعني ايه؟ يعني يا فندم قبلها مضارع هيبقى بعدها مضارع، قبلها ماضي هيبقى بعدها ماضي، ما فيهاش اي مشكلة. قبلها مضارع هتبقى بعدها مضارع، قبلها ماضي هيبقى بعدها ماضي، عادي، لابد من التوافق الزمني ما بين الازمنة، ودي ما عندناش اي مشكلة فيها نهائي. تعالى بقى شوف السؤال. السؤال بيقول he left the job not he couldn't live away from his family. وعندي while وعندي since وعندي for. طيب هو بيقول هو ساب الوظيفة بتاعته لانه ما قدرش يعيش بعيد عن اهل، لان ما قدرش يعيش بعيد عن اهل، لان
اولا وايل غلط لان وايل مش معناها لان، لان معناها بينما، تمام. وفور كده كده بيجي بعدها مده فهي غلط. هختار سينس ازاي؟ ها هختار سينس ازاي انا؟ هي اصلا مش معناها لان، هي معناها منذ، صح؟ معناها منذ، فهي مش معناها لان خالص، ده اللي انت تعرف. ولكن هنا في الجمله هتختار سينس اللي معناها لان، اللي ما تعبر عن رابط السبب، لان انت عرفتها لك ان كلمه سينس معناها لان بتعبر رابط سبب، يعني بيجي بعدها سبب قبلها نتيجه. فهو ساب الوظيفه ليه؟ لان هو مش قادر يقعد بعيد عنها، مش قادر يسيب اهله. ازاي يعني؟ ما اعرفش بقى. هو لان، لان دي يعني بقى يعني سينس. سؤال كمان عليها عشان خاطر تبقى فاهمني. هبه couldn't see us passing her since she not on her work. هبه ما قدرتش تشوفنا لما عدينا من قدامها. اشمعنى؟ since she not on her work، لانها كانت مركزه في شغلها. خد بقى تقيله بقى، لان هي كانت مركزه. لو انت حضرتك يا فندم قلت على ان سينس دي منذ، لو انت عارف لحد هنا، فده لازم قبلها مضارع تام. حلو، هو ما فيش مضارع تام قبلها، يعني ده كود انت، دي مش مضارع تام. انت بقى مش هتاخد بالك من دي، ده انت هتقول كده طالما هي سينس اه يبقى بعدها ماضي بسيط. ايوه، يبقى الاجابه كلمه concentrated. غلط على طول كده. ليه بقى؟ لان معنى الجمله بيقول ان هي ما شافتناش لان هي كانت مركزه في شغلها. كانت ماضي، مركزه مستمره، يعني ماضي ايه؟ مستمر، كانت مستمره وكانت مركزه في حاجه معينه، فما عرفتش ايه تشوفنا احنا، ما شافتناش لان كانت مركزه. طيب يبقى الاجابه بتاعتي was concentrated. خد بالك ان كلمه سنس ما جاش بعدها ماضي بسيط اهو، يعني مش القاعده خالص. امتى تقول معناها منذ؟ ها امتى تقول معناها منذ؟ لو جه قبلها مضارع تام. انما لو ما جاش قبلها مضارع تام اعرف ان دي معناها ايه؟ معناها لان على طول. طب زي الفل، نكمل. He has had three or four temporary jobs since not school. زي الفل خالص، ما هي بسيطه يا جماعه، سهله والله مش صعب. هي since جه قبلها ايه؟ has had، يعني مضارع ايه؟ مضارع تام. يبقى بعدها حاجه من ثلاث حاجات، يا اما ماضي بسيط يعني فعل ثم فعل، يا اما ما جابش الفاعل فنحط ing، يا اما احط وقت، بدايه وقت. طيب انا عندي leaving وعندي left. leaving وleft، يعني عايز اقول لك بصراحه كده يعني مفيش فاعل، فهتحط الفيرب فيه ing، تبقى الاجابه كلمه ايه؟ leaving. الاجابه كلمه ايه؟ leaving. صعبه دي، بسيطه. بص بقى محترم، معلش يعني انا عارف ان الفيديو الى حد ما كتير وتقيل. بص يا معلم، الفيديو من اوله لاخره والله مهم، يعني انا مش شايف حاجه داخله كده ملهاش 30,000 لازمه، كلها بتاكد على حاجات حضرتك انت اصلا ذاكرتها، وحاجات ما كنتش تعرفها عن الحاجات اللي ذاكرتها، فالدنيا هتلاقي داخله ببعضها. فصدقني امسك الفيديو ده ذاكره كويس، ذاكره مرتين ثلاث مرات يثبت معاك، اكتبه كده على جنب واعرف ان ده فيديو تركات الوحده الاولى بس. واجهز بقى معايا عشان اللي جاي تقيل، خلينا الوحده الثانيه ازاي تحل على كذا وازاي تحل على كذا. زي ما فهمتك انا انزل لك السلسله بتاعتنا ان شاء الله مكمله لاخر السنه، ازاي تحل على كل درس عندنا فين في ثالثه ثانوي، ازاي تحل على كل درس موجود في ثالثه ثانوي، ان شاء الله متوفر عندنا على القناه هنا من اول ما بدانا. احنا بدانا وباذن الله مكملين لاخر السنه. بصوا بقى محترم، ما تنساش تتابعنا على جروب التليجرام، لان جروب التليجرام بينزل عليه السبوره الجميله دي، حلو، وبرده جروب الفيس بتاعنا بينزل عليه برده السبوره الحلوه دي، وبرده الصفحه بتاعت الفيس بنفكرك عليها او بنوريك يعني الفيديو اللي نزل، يعني عشان يعني لو فيديو جديد نزل ولا بتاع فاحنا بنقول لك الايه يا جماعه الفيديو نزل اهو، تمام، فخش اسمع الايه، خش اسمع الفيديو وهكذا. ولو عندك اي استفسار برده ممكن تبعت لنا على رقم الواتساب اللي موجود عندك تحت في الوصف، او تسالنا عادي على التليجرام، هو هو نفس الرقم. بس اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.